مقاديرها كالتالي: كوبايتين رز، لتر لبن، نص لتر مرقه، مستكه، حبهان، ورق لورا، سمنه، ملح وفلفل. الوصفه دي من الوصفات اللي انا بحبها جدا، من الوصفات اللي بتفكرني جدا 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 برمضان. اخد المستكه. بصوا انتوا بتحطوا المستكه دايما ما تكتروش، لان المستكه اي نعم هي بتدي طعم حلو جدا، بس في نفس الوقت بتمرر لو زادت عن حدها. طيب هنعمل ايه؟ هنا انا حطيت المستكه لوحدها، ما حطيتش معاها اي حاجه، مستني المستكه تسيح. هتبتدي تسيح حالا دلوقتي. طيب هجي اكلمكم عن الرز. الرز ده انا عملت فيه ايه؟ الرز ده انا نقعته فتره طويله، وبعد ما نقعته ما صفتوش، ما رميتش ميته. انا محتاج كل ذرايه نشا موجوده في الرز، لانه اللبه المفروض ان قوامها يبقى تقيل. عارفين كده في وصفه طلياني كده اسمها ريزوتو، اللبه شبه الريزوتو بس مستويه زياده عن اللزوم، اوفر كوكت، يعني ريزوتو معجن ومستوي كويس. طيب خلاص المستكه ساحت، هنزل دلوقتي بالسمنه هنا، وادي تقليبه. طيب هعمل ايه؟ هاخد كده ورقتين لورا احطهم هنا. التحميصه بقى اللي هتتعمل دلوقتي دي مش عايز اقول لكم هتدي طعم عامل ازاي. سريع سريع سريع، وبعد كده اشيل ورق اللورا. بعد ما حمصته التحميصه السريعه دي هشيله. طب الحبهان لازم اشيله برده، لاني لو ما شلتش الحبهان هيجي تحت لساني. الرز اللي احنا نقعينه وانزله هنا، حط المرقه، تقليبه. من اسرار نجاح الوصفه دي هو التقليب المستمر، اللي بيعمل ايه؟ اللي بينزل ويساعد على استخلاص النشا من الرز نفسه، فيدي قوام تقيل كده متماسك كويس. هحط دلوقتي اللبن. بصوا بعد ما احط اللبن هسيبهم ياخدوا غلوه قبل ما اقلب، فهقفل عليهم كده وهرجع لهم هقعد اقلب فيهم لغايه ما يوصلوا للقوام اللي انا محتاجه. قالوا كده افرجكم على لبه واقول لكم انا اقصد ايه بموضوع اللبه ده. في كتير اكيد منكم عارف الوصفه دي. طيب واللي ما يعرفهاش يجربها بقى عشان هي حلوه جدا فعلا. بصوا خلاص هو ده القوام اللي انا محتاجه، شايفين القوام التقيل ده؟ رز مستوي زياده عن اللزوم، ومعجن بالشكل ده، بيبقى طعمه مزيكا، حاجه كده شبه الرز المعمر بس مش معموله في الفرن. دلوقتي هنغرف اللبه، يلا بينا.